الذي نبحث عنه تتجلى فيه قصة عابر سبيل كان تواقا إلى بر الأمان ليجد ذاته أشلاء متناثرة جراء انفجار لغم من أرضه، مشهد فيه الكثير من الأحزان. تعز مدينة تعانق السماء جبالها الشامخة وتستطب القلوب بهوائها الرائع. أسرة متآلفة جميعهم أشقاء، خرج أوسطهم أنور شاب في مقتبل العمر قاصدا الشارع، ينتهي به الحال في غمضة عين إلى واقع حزين امتزج فيه الدم برائحة البارود التي التهمت جسده دون ذنب مقترفة، ليصبح في قائمة ضحايا الألغام في اليوم. أنا ما أذكر شيء بالضبط، يعني أذكر إلا أنا صاحبي كنا نجمع معدن، نجمعهن بعدين جلسنا كذا أنا وهم مفتشين، ما أدريت وش يعني بنفسي إلا قدنا أصلا المستشفى واسمعهم بس جنبي يتكلمون يقولون إن أنا إنه قرح في بي كذا انبلالة وكذا ما مدري والله. أنا لما حصل الحادث ما دريتش إيش، وأنا جالسين من وخام بعدين ما زلت يلا أحد خارج الناس كله مجتمع على جنبه مع الزميلة وقد خلص من بسع ما دريتش كيف أمين، يعني خلاص دوخت ما دريتين كده قلت بيبي قالوا ما شفين كده صاحبه قلت كساعه ومنت هذه صاحبة اسمع منت انت يا طاهر اخت صاحبه كانت تقول مش امر واخر واخر كنت ملمني، يعني خلص دي اختي ولا دريت انت فيه بالنار للتمنية ولا دريته ما دريت الله لما قالوا قد المستشفى كان يقول شيء في بيدي رح سهر لي جارح ويقولوه قلت يمكن صدق ما دريتوش بعد سيت اليوم الثاني الإدارة مدري إيش ما كنتش أمن خالص ما كنتش أرقد تقريبا الساعة 9 بالليل كنا متعشين إحنا ومساء وقال لي أخرج كذا شوية مصاحبة بس ربع ساعة سمعنا إلا الصوت انفجار قوي خرج نشوف يعني الدنيا كانت دخان وحاجة زي البلاستيك محروق كذا مطحون يعني يدخل الأنف ويشد التنفس ما عرفش يتنفس يعني يشوف النار يعني مغطى بحق الثياب غادي مقطع الثياب خلاص ما قدرش يتحمل النار حاول يفعل فما عرفش لما شفته كذا بحالته جدا كان من يوم الجهور من يوم يعني البدلة حقه كله مقطع يعني حاجة البهن فيه إزالة الآثار النفسية الناتجة عن إصابة أنور في انفجار اللغم لا تزال شاهدة على حجم المعاناة التي تعرض لها دون سابق إنذار متأثرا بجراحه. تحملوني يا أخواني الكبار، تحملوني خرجوني ولا كل شيء كذا تحمل، يعني إذا استخرج ما استخرج من هنا أشتي أرجع ما يعني استخرج من هنا يعني أخرج للحوش ولا أدخل الحمام ولا أخرج من الغرفة هذه إلى غرفة ثانية، تحملوني إخواني والله مكينة واصل بالذات نفس اليوم ما أدري في نفسي طبعا إلا يعني كلمة هلش بس أمشي كذا من غير هدوء من غير شعور بعد ما أخذناه لهنا في المستشفى وما أدري في نفسي إيش أعمل إيش سوي إيش أعمل البكاء طبعا قد من نفسي يخرج الدنيا غادي من نفسه إلا هذا يعني حاجة مثلا الوالدة ما سمعت قالها هي دوخت هناك عند باب الجيران وموقع الحدث هي دوخت دخلوا على باب الجيران الله يصحوها ما صحيت لما ادوا اسعفوها المستشفى لما شوفوني والله ما عندي سبكي جنب السب حتى بالليل ما رقدت في النوم الا اجلس اتذكر النار كيف كان وكيف جذعته وكيف سيرته وكيف حركته واصل وكذا اكون اقول الصلاح يا بكر الصبح النار قد يمشي قدامي اذكر النار هذا كان لما اشوفها اذكره ان شاء الله يرجع النار
نمشي سكان ما تجيبش أي حاجة وتبقى نمشي في هذه الحالة كنا نقول خلاص ما عليه أي شيء فسبحان الله اللي بتعرف أي واحد منا اللي قد مبارا ما اهتم شر الله كان يدخل مرحبا يبدل الله وحنا ساعدة لأن الله يحاول نأكله لا بناء لقدرات ضحايا الألغام والقذائف غير المتفجرة كحال أنور الذي تحطمت آماله وحرم من ممارسة حياته الطبيعية عند أن أظلمت آمانه. أذكر أنور ما طلع بالفيلم أذكر أنور أنا ما شفته اليوم. ولا حاجة يخدمون اخواني ياكلونا ويشربونا ويوصلوا لي ويبدلوا لي ويهتموا يعني ينظفونا يخدمون الاخواني امي واخواتي. الشعور بالأسى والألم التي تعرض لها أنور وأفراد أسرته بعد أن أصبح على كرسي متحرك عند أن فقد أطرافه ويديه وعينيه في حرب لم تضع أوزارها بعد. عايزين نشوف مسؤول بيت جيران بالبغازة وعايزين كده بس أقوى طبعا السطح بس خرجنا نشوف ايش في شفنا هناك شفنا أخي مردين هناك يعني كل الجيران بعدين جاءت طبعا جاءت الجيران جاءت الصحافة صوروا في مكان كامل كنت أقول لهم أنا قديم قطان مقصع كل يداته ورجله وقبعنا كانوا يقولوا لا مش ما هذا صاحبي لما دخلت روحت البيت هنا كنت أجمل بناء والله أخذت مني النظر نظري ويداتي ورجلي. مصدر الدخل الوحيد لأسرة أنور راتب والده المتوفى بسرطان منذ سنوات مضت لا يفي بمستلزمات الحياة اليومية. أنا والله والدي متوفى والمعاناة يعني المعاش حق والدي ما يكفيش يعني حق يعني الإيجار والكذا والماء الكهرباء يعني اشتي لنا حق طول الشهر يعني مصاريف وهذا ما تكفيش إلا 23,000 يمكن بس أنا ما تكفيش على حالتنا المادية هذه صعبة هم قالوا توفى بعد ما كان بنتي متقاعد بالمرض توفى معاشة أول ما توفى معاشة كان 20,000 يعني لا بل 2005 مع 20,000 اللي تعقم الإيجار وكهرباء وما علينا. يتحدث الكثيرون بأن الوجوه تتغير عندما تحل الآلام للبسطاء من ذوي الدخل المحدود والذين لا يعلم بحالهم سوى الله كحال أنور الذي كسر حاجز الصمت بحثا عن الدواء من كل الأيادي البيضاء المحبة للخير. وصلت إلى مستشفى الثورة وهم يعني من الإهمال حقهم وأول ما يعني بتروا لي الأطراف يداتي ورجلي بتروهم خطأ لما خلونا أهملونا عندهم ما نهتموا بيش سعنا تقول خاسين قيحين كان شو تأخير في تأخير منهم في إهمال قليل يعني بالنسبة جاهز من الإسعاف يمكن حوالي ساعتين هذا مثلا ينظفون ما يسألون ما يشوفوا الدكاترة عينيهم هذا يعني كانوا يتقلبون السرير يعني نفس اليوم يعني ما كانوا يتقلبوا أي شيء فذلك حصل من الإهمال وحتى بالعمليات ما بيدخلوه إلا لما يدفع البيس حق العمليات يا ناس عالم طيب هذه حالة استثنائية على الأقل شوفوا اللي يسمى كيف قدوه ما فيش إلا هاتوا رهن هاتوا رهن أو هاتوا فلوس لما جاء واحد فعل خير دفع لهم الفلوس حق العمليات دخلوه لأن الحالة ضعفة أنا صدق الله يفهم
ما عرفتش تعالج حتى يعني اشتي حتى استدي ربي يسخن اي انسان يتكفل بيه حتى يشوف بعينه هذا بس ويمشي كذا قدامي. بعد ان حدث ما حدث فهو اليوم انور يتجرع المعاناه والحرمان لفعل ما زرعته اياد الحقد والغدر للغم الارض التحم جسده بنيران قد تكون صديقه او معاديه. والكل يتساءل من صنعها ومن زرعها ولمن وما السبب ومن المسؤول عن ارواح ازهقت هي اليوم تراوح ما بين الحياه والموت ذكراها الاليمه. الآن الآلام اللي حس بها وجع براسي الآن في بالرأس صرخ بالجمجمة الآن في بعض العملية يعني ما أتنفس يعني صعوبة واضح أن يجي وجع بعيوني لا هنا لا وسط راسي والآن بأطرافي يداتي ورجلي في بي يعني وجع مني كذا وفي سعال سرارات الكهرباء يلمسني واضح يعني أسابكم معنا المأساة يعني راحت يداتها الثنتين راح قدمي الثنتين وأيضا فقد النظر عنده ما يشوفش إضافة إلى أمراض أيضا قالوا خسر تقريبا في الخصية يعني أربع أيضا. فأي شيء في الحياة يعوض شابا في عمر الغرب فقد ساقيه ويديه وعينيه وحرم من مستقبله لينتظر خير فاعل الخير بالوقوف إلى جانبه لمساعدته على تكاليف العلاج خارج اليمن. رحت مصر قالوا لي قالوا يمكن يعني ما فيش عندهم امكانيات تصل لان احنا تاخرنا ويشتري يعني زراعات قرنيه وعدسه واسمها قالوا يمكن يعني دوله كذا كبيره مثل روسيا المانيا يعني الدوله اي دوله كذا اوروبيه ممكن يعني امكانيات هناك اي امير يحتاج ولا في حي اسمه فالخير يتكفل به يستضيع حتى انا واحده بس يمشي قدامي واطرافه لما الاطراف يتكفل به بالنسبه لاحتياجاتنا يعني اهم حاجه طبعا انور اللي يحتاج الى انسان يتكفل به بالعين بعلاج العين بسبب الخارج على اساس اي اطراف صناعيه يعني يحتاج الى اطراف صناعيه متحركه يعني تكون غير اي اطراف يعني مثل ما بين الجلابس زي الخشب شكله يعني يعني حاجه الشيء واحد متطوره صاحب يعني ما لهاش تكاليف طبعا اصحابها انور هذا الذي راح ندات ورجله محتاج ارجل صناعيه يدة صناعيه الخير موجود والطب موجود والعيون ايضا قال انا يا عم احمد قال انا امنيتي ان انا اشوف على الاقل بالعين الذي اراها ارى ما بصيص الان ان انا اشوف الضوء قال اريد انا اشوف يعني اللي جنبي على الاقل ما فيش حاجه جنب احد من يساعدني اقوم اساعد نفسي الى الحمام او اشرب ماء او افعل اي حاجه قال اشتي انا من الله سبحانه وتعالى ومن الناس الخيرين انه يعني يساعدوني في معالجه نظري الباقي لي الوحيد في جسمي. انور فاضل شاب يبلغ من العمر 17 عام يسكن في حي شعبي بالايجار في مدينه تعز ويدرس في الصف التاسع اساسي متفوق دراسيا كما قيل له. بعد ان فقد انور نظره ورجليه ويديه اصبح معاقا لا يستطيع مزاوله اي عمل يذكر. فقد انور والده منذ وقت مبكر متاثرا بجراحه والامه المزمنه فيما تعاني والدته السيدة جمعة ألوانا مختلفة من المآسي والأمراض المستعصية. والدة طبعا من بعد الحادثة عند ارتفاع الضغط جسمه هذا لا إرادة حصل له حتى يذهب اليسار الجزء اليسار عمود زي المملكة زي اللي وجع في ده هذا العمود حتى الفقري كذا الظهر قواصل وجع من بعد الحادث هذا يعني
تعبت تعبت كثير. قليل أنت تعبان ما تعرف أن تعمل حاجة. إحنا ما نفهمش. كل بابا في بابا وزير جبقة وقاتل. هذا المنجة. هل ما تعرفش أن حاجة. الدماء أصيبت بالرعب بالابن شافت أشلاء يده بعيدات الأقدام متناثرة فوق الشجر. ارتعبت يعني في توها بغيبوبة وأسعفوها إلى المستشفى مثلها وقالها يعني حدث لها جلطة والآن تعبانة الآن بين الحين والآخر يعني لأن الوضع تشوف مأساة اليد قصيرة والعين بصيرة لن نحزن على المسلمين أبنى بيش يمشي من المسلمين لها مشي بسميك يا بتبوز واصل حتى العين ضعاف النظر عندي قدر ضعف نظري بعد ما بقت الحادثة حق النار زاد ضعف نظري من مرة. الدور الأكبر يبقى على طلال الشقيق الأكبر الأنور أعزب وعاطل عن العمل خريج ثانوية عامة قديمة تقع عليه مسؤولية مصارف الحياة اليومية والدواء والإيجار بالمنزل. والله أكيد طبعا الإنسان يفكر طبعا بحياته الخاصة بنفسه الواحد طبعا تزعل تقلق لما أشوف الناس بالذات اللي جلسوا حتى نهم أنا مع الآن توظف دخل جامعة توظف وأنا جالس بهذا بالأمر هذا وجالس من غير حتى لا أعرف أكمل جامعة ولا حتى أعرف أكمل مسلم ولا حتى أعرف يعني كل شيء حاب نفسي خلاص يعني ضروري واحد يجتهد لأجرته بالذات من هذا العالم اللي معانا فأنا أقول الحمد لله ربنا خلانا معاهم كذا على أساس نخدمهم. والابن الذي طلال الذي يعيش الحالة النفسية في بز أخيه لأنه الآن يتحمل عبء لأنه يعتبر الكبير حقهم يقوم في بزه يدخل الحمام إذا خرجه يقوم بواجبه. أنور فاضل كان مقبلا على الحياة مبتسما يحلم بالمستقبل وبين عشية وضحاها فقد كل شيء وبصوت واحد يقول أوقفوا نزيف الدم أوقفوا استخدام الألغام والقنابل التي تسبب الدمار والموت والإعاقة الدائمة للبشر والضحايا الجدد. يتمتع أنور بسمعة طيبة وأخلاق عالية لدى زملائه وجيرانه كلهم تأثر عليه كلهم زعلوا كلهم التموا إليه يعني كلهم مش يشوفوا كلهم مش يساعدوا كلهم مش يعني يوقفوا جنبه بأي طريقة وقال حتى الأساتذة أي مدرسين حقه المدير الطلاب المدارس الجيران اللي هم أصحابه كلهم يعني كل واحد تأثر عليه وحزن عليه كلهم يعني كل ما يمشي إلا الخلف يلف إلا يمشي يسلم على النور يقولون كلهم يدعوا له بشفاء حتى من نغسل محمد نغسل له يبدل الله ولا ما نقدر له أقول له خلاص أنور لا حتى إذا يقول الله تغسل لي ويبدل لي ما هو كل يستحق معهم ما مسك أخواني يشدوني عليه هو اليوم ضعاف يحتاج إلى وقفة إنسانية جادة من أهل الخير داخل اليمن وخارجها لمساعدته على تحمل نفقات العلاج ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لمساعدة أنور فاضل يمكنكم الاتصال به مباشرة على الرقم التالي 770-944-371 والإبداء آرائكم ومقترحاتكم يمكنكم التواصل على البريد الإلكتروني القلوب@السعيدة-tv.com.